للناس فيما يعشقون مذاهب، وعمار كان عشقه وهوايته جمع التحف والمقتنيات القديمة، حيث قضى معظم وقته يتنقل من بلد لآخر ليجمع نوادر القطع من حول العالم. المحل عبارة عن محل تحف وانتيكات وتراثيات متنوعة بين حضارة سابقة وحضارة قادمة، وبعض القطع اللي يعني تعتبر شبه نوادر، يعني ما هي متكررة كثير في السوق. أسافرت إن أنا اقتنيتها واشتريتها وجبتها إلى هنا، وما زلت أحافظ على بعضها. أول قطعة اقتنيتها من مدينة جدة، وحقيقة حتى الآن محتفظ فيها، ويعني حتى الآن عزيز على قلبي ما أنا صح، ومحافظ عليها حتى الآن. محاولات كثير إن أنا أبيعها لكن أنا محافظ. حبه الكبير وتعلقه بالقطع والأنتيكات القديمة جعله يتخذ قرار ترك العمل والتفرغ لمشروعه الخاص، لينطلق ويجمع قرابة 5000 قطعة لحقب زمنية مختلفة تتجاوز في بعضها 80 عاماً. له عندنا هنا قسم التراثيات، في مثلاً زي هذه كمامة كم تم استخدامها في حرب الخليج بهذا الشكل، بحيث تساعد على التنفس من غازات السموم وخلافه. في هذه أيضاً رضاعة تم استخدامها قبل 80 سنة تقريباً للأيتام بالدور تقريباً كانت تم استخدامها. في هذه أيضاً القمرية تم استخدامها في الحرم. أيضاً عندنا هناك مثلاً مكيال تم استخدامه لوزن الدقيق والرز والحبوب في عهد الملك فاروق في مصر. لقناة الإخبارية محمد المالكي، جدة.